Sunday. There's no caption. Can we guess? I guess Ahmed Mekki wasn't doing captions. He's like recently started doing captions. Yeah, this is everything else is like, you better just figure it out. All right, we live. Good morning, Sock Pussy. What's going on, guys? My name's Alan. And I'm Alex. Welcome to IMC Channel. Guys, listen, if you're not a part of the IMC gang, click on that subscribe button below and join us to be part of the squad. Oh, God. So then we got Ahmed Mekki, Facebooky. Let's go. We don't know best, guys, on this video. Let's get popping. Let's get it. It's 7 minutes, so clearly it's like a storytelling day. I was gonna go to school. في يوم قاعد في كافي شوب بشرب قهوة وسجارة سرحت فلت عيني زرت ذكريات زيارة سرحت في قد ايه الدنيا دي واطية وغدارة وان حب الناس 90% منه تجارة وده مش كل اللي افتكرته ده عصرت العصارة اصلي افتكرت فترة ضعت فيها ودقت خسارة على رأي ست كبيرة في حتتنا الدنيا خيارة اسمع مني الحدوتة دي وافهم معنى العبارة شاب زي كتير شادي بقول لك ايه معلش وقف عيد تاني ليه ما كانت حلوة يعني حاسس ممكن يجي احسن منه مكي تعال بس اوريك عايز ايه تعال اوريك حاجه كم هير ايه تعال اتفضل تعال ده احدث اكونت على الفيسبوك باسمك وبعدين بقى في القرف ده انتوا عارفين انا امبارح لسه مقابل واحد جاري قافش موت عمال يقول لي قشطه يا مكي بعمل لك اد على الفيسبوك وانت مسقع لي على الاخر ومطرق دخلي في حته اتغيرت وما اتغيرت والجو ده طب يا معلم اقرا بقى براحتك يا جماعه انا بجد تعبان موت اللوكيشن حر وانا مش طايق وبشر ميه من كل حته انا يعني الناس تقول عليا ايه طيب هتقول الكومنتس دي يا معلم بص نورهان نونو الف سلامه عليك يا ميكو تمام نوف الله يعطيك العافية يا جمر. When he only has like two people in the studio versus everybody else. Give me 50 girls. تفضل يا عم. تفضل. حاجة نيلة. شادي بقول لك ايه؟ هتشغل لي بيت كده. بيت منين يعني؟ أي بيت شغل أي بيت يعني. Make me a beat. افتح الشنطة أجيب لك بيت. أنت هتروش يا شادي يعني مش وقته شغل أي بيت بجد أي بيت. That's what I'm thinking. Trolls. حاجة جامدة حاجة حلو ده أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي يطلع منه حاجة ده I'm already hooked أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي دي صايع استنى كده اوكي انا ماليش اكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك انه فيسبوكي طب استنى اسجلها دي hey let's go what he got he got a latest inspiration he's like hey don't leave me don't leave Ready? Yep. Oh! Oh! That's right, y'all. Oh! خدي. أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي حاول تحلق له طفض له فكك منه أو فوكي مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي حاول تحلق له طفض له فكك منه أو فوكي مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي نازل من البيت بالليلة جيب فول بيت زبادي وفينو العشا الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفينه قابلت واد فائد من الحته وفقري واسمه نينو معمي ميه ودخان وبيهزي يخرب بيت سنينو قال لي ينفع يا مكي على الفيسبوك اعمل لك انا واحمد معتز وطارق بك بك وعماد وانت تنفض لنا التنفيضه السودا دي خد يار اعمل لنا باب اعمل لنا باب اسمه معتز وطارق المهم انا وعماد قلت له يا ابني انت بتهزي ولا بتتكلم جد انا من زمان بيني وبين الفيسبوك بيتسد وسد اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو هتقولي عندك فيسبوك هقولك دام يو خد من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع قام فاتح الفيسبوك فلقيت 30
عاملين نفسهم انا وكل bro, you know what like separates him from so many people is the fact that he uses the sounds that's like that you would usually see like not in rap. Like you would not hear that sound like that the like it gives you like the salsa type of vibe. Doesn't it? And then like the orchestra. Yeah. But he like it blends perfectly well with the with his characteristics. I think it's a lot of it's just the language also. It's like the language is like cursive. It just weaves through pretty much anything. It weaves through. Exactly. كل واحد فيهم بيكلم الاف في السنة حموت وعرف بيقولوا ايه للناس على لساني دي حاجة تخوف ترعب حط نفسك مكاني لسه ما فقتش من الصدمة امنينه وراني حاجة تاني فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان شكرا لكل اللي كتبين كان ليدي او مان ملحقتش افرح راحت الفرحة بقيت قاعد غضبان اصلي لاحظت ان اللي عمل الصفحة عيل كتيان متقمصني وبيتكلم زي دبور في المرجان حبجيك روق ديها تخبط دي يا مان سرطاتك بابا غنوجك وضربلك خبور كمان ركزت قريت كل اللي كتبوا الواد لقيته هباب دخلت في لحظة كتبت بكل صفحة ده واد رصاب مسح اللي كتبته بسرعة ورد وقال هو الكتاب فجأة الكل قفش كسر كان ناقص يرموني قباب وبعت لي شتيمة عمل لي بلوك وطردني طرد كلاب يقطع النت على النتيت على عينت عليه يرمى دورت اكتر فلقيت صفحات على النت باسم كتيره كل ما افتح صفحه الاقيها مليانه فتاوي كبيره اخبار حسي على لساني متكسر قدامي التاشيره وعلاقتي بالناس دي زي علاقه الدولارات بالليره معرفش عنهم حاجه ولا حتى بتجمعنا الجيره ربنا يشفيهم دول ناس عيانه مش ناس شريره كل ساعه بتصريح متفبرك ليا وكله حماسه ايش فن وايش اخبار شخصيه وفتيه في دين والسياسه الاغرب اني بلاقي ناس عقله كبيره وبتصدق وبتاخد كل اخبار المكذوبه منهم وتفرق والفتيه بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترسدق تتزوق تتروق تترقق لاشاعه وتتصدق انا يوم بلاقيها بتتاكد اخبار فنيه تشل فوقفت مع نفسي وقفه طويله ولقيت الحل قررت اعلم بغنية اني ماليش اي اكونت او سايت لو قبلك اي مكي على النت قول له جود نايت انا ماليش اكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم باللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له تنفض له فكك منه او فوكي مهما قال لك واحلف لك وبعت لك سكر او سوكي انا ماليش اكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم باللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له تنفض له فكك منه او فوكي مهما قال لك واحلف لك وبعت لك سكر او سوكي الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com اي حاجه تانية على النت حماده بالجنزبيل مكي سيئ بويستي بوي اللي جابك هو انت فعلا هتعمل فيلم اسمه شعبان البحر اللي هو بالانجليزي فيس ايه ده انت جبت الكلام ده منين فيسبوك الله يخرب بيتك على بيت الفيسبوك طب يا عم تزعلش ممكن اغني كوره اتنيل جو شادي بويستي بوكسي جو شادي برضه شبوكسي شبوكسي وبعدين الكوره ده مش بتاعي ده بتاع 50 سنت صحيح طب معاك طب خدي Bro, this beat is hard, right? On, yo, man. Guys, that was Facebooky. Ahmed Mekki Facebooky. One of the things that I think about Ahmed Mekki that's so dope is the fact that, like, he literally can do things by himself and doesn't need features. Mm-hmm. There's so many, like, facets of him that, like, he's good. He can sing, he can rap, he can storytell. He's good. Anytime somebody else comes on the track, it's like, because I want it. I don't need it because I want it. Right? Yo, guys, listen, if you're not a part of the MC gang, click on that subscribe button below and join us to be part of the squad at all times. Don't cheat yourself. Love thyself. And keep it on MC. Peace. I